الدفاعية ضمن لجنة تضم أيضا برلمانيين للقاء وزير الداخلية شكيب بن موسى. اللقاء ركز على بحث مشاكل الجماعات المحلية التي أبرزها ميثاق عام 2002 المؤسس لمجلس المدينة. هذا اللقاء يعني كاين ثلاثة الخطوط العريضة، هي أن تحديد الاختصاصات بوضوح وبشفافية وبعد يعني تكون واضحة. ثاني مسألة ثانية وهو اللي سبق لي ذكرت، هي هاد المنتخبون ديال المقاطعات اللي يمكن لي نقول بين قوسين ديال الدرجة الثانية. النقطة الثالثة وهي سياسة القرب، قضايا القرب التي هي مطالب آنية وحالية ويومية للمواطن تجاه المنتخب ما بين الناخب والمنتخب، وكذلك ما يتعلق بالتنمية البشرية فيما يتعلق بالجمعيات وجمعية المجتمع المدني وفرق الأحياء والمراكز الثقافية والمراكز التربوية. هذا عمل كله اللي كان من المطلوب أنه المجلس المقاطعة هو الذي يتولى الريادة في تسييره وتدبيره. هناك عوائق ما بين مجلس المدينة والمقاطعة. لا يعقل أن يكون المنتخب ديال المقاطعة يعني لما يتصل به شي مواطن اللي هو عطى الصوت ديالو تيقول له أنا ماشي اختصاصي هذا أو ماشي مسؤوليتي. هذا هو المنطلق اللي تيجعل رؤساء المقاطعات كلهم من طبيعة الحال كيعانيوا الأمرين، تنوجدوا أنفسنا بأنه في حيصة بيص. لهذا كانت مطالبة مجموعة ديال التعديلات، إذ أضيف إلى ذلك اختصاصات والتدخل ديالها بين رئيس مجلس المقاطعة ورئيس مجلس المدينة. بحال كاين شي نوع من التسابق. صفتنا واحد الطلب مقابله السيد وزير الداخليه باش يمكن نتقابلوا معاه ونطرحوا بعض المشاكل اللي كتعاني منها الان المقاطعات، او لانجاح هذه السياسه ديال المدن الكبرى لانه خصها تنجح. جرى اقرار ميثاق الجماعات المحليه لعام 2002 المؤسس لمجالس المدن في ظروف استثنائيه، فغابت عنه مشاركة فعالة من قبل المستشارين البرلمانيين الذين هم في غالبيتهم رؤساء جماعات، ولهذا لم يخلو من نواقص. أي قانون وقع فيه التوافق إلا قانون كتكون فيها فوات، وهذا ما وقع على الميثاق ديال 2002. الميثاق 2002 هو أنه تم التشاور مع الأحزاب الممتلة داخل البرلمان وحصل واحد التوافق. لذاك التوافق خلق واحد النوع ديال المشاكل بالنسبه للمنتخبين، اي بالنسبه للبرلمانيين. والظرف فاش تقدم الميثاق هو كان ظرف عود عنده خصوصيات ديالو، لانه كانت الظرف ديال الليله ديال الانتخابات التشريعيه، اي الانتخابات ديال مجلس النواب. وبالتالي اولا ها كاين الضغط ديال الاحزاب على اساس انه حصل توافق خصنا ندوزوه، كاين الضغط ديال الوقت لانه داخلين انتخابات ديال مجلس النواب وتيخص ذاك القانون يخرج في اقرب وقت. من قال بان البرلمان لم يشارك في قانون 2002 المتعلق بالجماعات المحليه؟ اظن بانه هذا ماشي صحيح، وانا كنت برلمانيا وساهمت بساعات طوال في مناقشته بجانب عدد كبير من البرلمانيين في الغرفتين معا. المشكله لم تحاق وما بين رؤساء المجالس ورؤساء المقاطعات، لانه قانونيا ما مفسرش وما موضحش اشنو هما العلاقات اللي تتربط رئيس المقاطعه مع رئيس والعكس بذلك. اذا في الممارسه رئيس المقاطعه تيبغي يمشي هو على حسب نظره كرئيس بلدية مستقل، ورئيس المجلس الجامعي تيبغي كذلك يكون هو يراقب، ولأنه ملي تتقرا القانون تيكون بأنه رئيس المقاطعة يسير جميع دواليب المقاطعة تحت الإشراف والمسؤولية وكذا كذا رئيس المقاطعة. وهنا فين وقع الخلاف. إذا هنا ملي تنجيو للقانون تتلقى بأنه طنجة تطبق القانون على حسب معطيات وعلى حسب التفاهم اللي حصل ما بين الرئيس وكذا. تجي فاس تلقى ثاني تتبقوا في شكل اخر، الدار البيضاء كذلك، سلا كذلك، ومراكش كذلك، والرباط كذلك. اذا ما كاينش واحد التوحيد ديال المسطره، واحد الوحيد التوحيد ديال العمليه ديال التسيير ديال المدن. هي ست مدن اذا: الرباط، سلا، الدار البيضاء، مراكش، فاس، وطنجه. مدن عاشت 4 سنوات تحت ميثاق مجلس المدينه، وهذه التجربة كانت بؤرة النقاش في الملتقى الوطني الذي احتضنته مدينة أكادير، وقد توضحت في التظاهرة الرؤية التصحيحية لتجاوز المشكلات.
أتى هذا اللقاء بعدد من مقترحات ذات طبع استعجالي على مستوى الإصلاح القانوني أو المؤسساتي، ضرورة مراجعة بعض مقتضيات الميثاق بخصوص ما يتعلق بعلاقة بين المقاطعات ومجالس المدن، ضرورة الإتيان بالتفكير في إعداد قانون يتعلق بتنظيم العلاقة والتعاون بين الجماعات المحلية، لأن الميثاق فيه هذه الإمكانية ولكن مشلولة، لأنه ما عندناش قال يمكن التعاون بين الجماعات ولكن ما عندناش النظام ديالو ذاك القانون. لابد كذلك من التفكير في إعداد قوانين تسير في إطار الديمقراطية التشاركية والديمقراطية القرب، لأنه لا يكفي فقط خصوصا من بعد ما جت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ثم هناك كذلك في مجال التشريعي الإسراع بإعداد قانون أو مراجعة قانون الجباية المحلية. لكن هناك أمر في غاية الأهمية أغفله ملتقى أكادير وينبغي مراجعته. فروض على الوزارة الداخلية كذلك تير واحد المناظرة أخرى أو تير واحد لقاء أخر مع الإخوان ديالنا رؤساء المقاطعات القروية، لأنه توم مشاكل ديالهم لا تحصى ولا تعد، مشاكل ديالهم قوية. هناك إجماع على أن النظام توحيد المدينة فيه إيجابيات كثيرة مقارنة مع النظام الذي كنا عليه سابق، اللي هو نظام المجلس الجماعي أو البلدية بجانب ما يسمى بالجماعات الحضارية. ولكن يبقى هناك بالفعل فراغ على مستوى توضيح وتدقيق الصلاحيات وإبراز وإعطاء القدرات أقوى للمقاطعات من أجل أن تؤدي وظائفها في مجال سياسة القرب. وبعيدا عن المعنيين المباشرين بالعمل الجماعي، الرأي الأكاديمي يثمن التجربة ويطالب بإنضاجها. الحكومة عليها أن تقترح، والمسؤولون عن الجماعات المحلية عليهم أن يقدموا كذلك باقتراحات، وهم ممثلون في المجلس البرلمان أي في المجلس المستشارين، وأن ذلك سيكون على عاتق الأطراف الثلاثة إمكانية بلورة نصوص قانونية مأخوذة من التجربة ومن الواقع ومن الممارسة، من شأنها أن تجعل المغرب يتجاوز تلك الهفوات أو الأخطاء، لا نقول الهفوات ولكن النقصان الذي يعتبر تلك النصوص، ومن شأن ذلك أيضا أن يساهم في بلورة حكامة جديدة موضوعة على عاتق مسيرين في الجماعات المحلية، هو الذي من شأنه أن يضمن المردودية والفعالية فيما يتعلق باللامركزية. أيضا ينبغي أن يواكبها عدم التمركز، لأن الآن اللامركزية سارت بعيدا في إطار ما الوصاية دي على الجماعات المحلية وفي إطار استقلالية الجماعات المحلية، بينما أن عدم التمركز الذي هو في يد الإدارات الأخرى المصاحبة ما زال متخلفا عن اللامركزية التي تعرفها المغرب.